وموضوع التوسل أنا بعتبره أهم موضوع بيننا وبين الصوفية في العقيدة والتوحيد. ليه يا جماعة؟ لأنه الشبهات فيه كثيرة، أكثر باب في العقيدة فيه شبهات الصوفية والرافضة الشيعة كثروا فيه الشبهات، هو موضوع شنو يا جماعة؟ التوسل. عشان كده أنت لما تمشي أي جامع تتكلم عن التوحيد، عن دعاء غير الله وحكم دعاء الموتى، لو قام صوفي دار يناقشك بلف الموضوع من دعاء غير الله يقول لك يا مولانا ده شنو؟ توسل. ليه بقول لك ده توسل؟ وفاهم، لأنه عارف الشبهات في التوسل شنو؟ كثيرة، وبعضها شايك شوية، شايك عشان يجوطك انت. ومن هنا كانت الفكرة في كتابة هذا الكتاب وجمعه وتأليفه، وجمعنا فيه بحول الله وقوته ومنته وفضله معظم أو كل الشبهات الجابة شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع التوسل في كتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وكذلك كل الشبهات جاب الشيخ الألباني في كتاب التوسل أنواع وأحكامه، وزدنا عليها الشبهات أجابوها الصوفية الليلة جديدة في الساحة في موضوع التوسل، حتى ما هي موجودة في كتاب قاعدة جليلة ولا موجودة في كتاب التوسل للشيخ الألباني. فمن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب. والمفترض أي زول فيكم دار يكون داعية للتوحيد أو طالب علم يجب عليه إنه يحفظ ما في هذا الكتاب من نصوص من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ومن شبهات أتى بها الصوفية والشيعة الرافضة في قديم الزمان وحديثه الآن. لابد تحفظ الكتاب ده، لابد. وما في زول يقول يا جماعة أنا والله ما بقدر أحفظ راسي ده، ما عارف ماله. أنت ما حاولت تحفظ، أو لو فتحت تحفظ بيقوم بيجيك رسالة هنا بجوك بجوك، تقوم تفتح مجموعة شنو كده واحد، مجموعة شنو كده 12، ما بتحفظ والله ما بتحفظ. لا يمكن أنت قالوا صاحب بالين شنو وصاحب سرجين وقيع، أنت ما ممكن أخذت الموبايل والرسائل بيجيك تريد تريد وأنت عامل فيها بتحفظ، ما بتحفظ. تفتح الرسالة والرسالة بيكون فيها رابط وتخش الرابط ويتفوت بيطمرك بغادي، والكتاب هو ده قاعد راجيك، كتاب منتظرك تحفظه عشان ترد على الصوفية عشان تنشر التوحيد. لك لا والله يرسلوا فايدة عظيمة، قال ابن القيم وين في كتاب الفوائد؟ لا لا لا، الدواء الدواء لا 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 لا، وين؟ في الواتساب، ما قال ابن القيم ولا أحد. فأنت لابد تهتم بالشيء أول حاجة عشان تحفظ. ثم ما في إنسان ما بيقدر يحفظ يا جماعة. ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في كل حاجة، عقلك، حفظك، قوتك، صحتك، أي شيء ماشيك في الواقع أحسن تقويم. لكن أنت اللي بتخربه براك،